حبينا وجودنا هون بجنب العماد عون بجنب دولة الرئيس والوزراء الموجودين هون، بالأخص أنه الشعب اللبناني بمجمله الحر والغير الحر اللي عمل يجي تدريجيا كما يقدر يقطعه العبور بوجود المخابرات السورية، عم يجي يعبر عن شعور الحقيقة اللبنانية من أجل حرية لبنان، من أجل استقرار لبنان، من أجل ديمومة لبنان. مشاهدي الاو تي في مساء الخير واهلا وسهلا فيكم بهالحلقه الخاصه من رح نبقى سوا بالذكرى 31 لاستشهاد داني شمعون وعائلته. بصرنا بهذه الحلقه انه نستضيف رئيس النمور ورئيس اركان النمور بحزب الوطنيين الاحرار سابقا جورج اعراج، اهلا وسهلا فيك وفيك، وايضا الامين للعلاقات الخارجيه بحزب الوطنيين الاحرار سابقا وعضو المجلس الاعلى ومفوض جزين والزهراني ايضا الأستاذ نبيل نصيف المهندس، أهلا وسهلا فيك أيضا. وبدنا نشير إلى أنه بسياق الحلقة رح نكون مع عدد من المداخلات من رفاق داني شمعون لحتى نحكي عن هالذكرى بشقة يعني الوجداني، ولكن أيضا بشقة السياسة الحالة اليومي الآن، لأنه ما بدنا كمان نضل عايشين بالماضي، بدنا نتعلم من عبر الماضي ويعني نطبقها على حاضرنا. أستاذ نبيل رح بلش معك بسؤال، من هم رفاق داني شمعون اليوم ليلي ما بيعرف؟ يعني من هم وأين هم؟ رفاق داني شمعون يعني بيحكوا يعني الكلمة بحد ذاتها هي بتفسر حالة. نحن أخذنا عهد على نفسنا بعد ما استشهد الرئيس داني أنه نكفي بهالطريق هيدي اللي هي طريق واضحة المعالم خاصة على الصعيد الوطني والالتزام، وبالنتيجة في الواحد يعطي شعارات بس إذا ما التزم بالشعارات ومشي بخط مثل ما أنا بسميه وكثير بسموه عظيم الشرق خيمة الرئيس شمعون والشهيد داني شمعون، نحن ماشيين بهالخط هيدا ورغم كثير مغريات ما حبينا ابدا ولا فكرنا للحظه انه يصير في اي تغيير بمسارنا، لانه مقتنعين باللي عم نعمله بعد ما قدم الحزب والنمور بالاحرى 3600 شهيد وهيدي على كل الجبهات بلبنان. بقى رفيق داني شمعون بحد ذاتهم يلي هن صرت مجموعه عم تكبر، اليوم في عنا 4 فروع، هلا خينا جورج بيخبر بالتفصيل اكثر، وعنا بيت مركزي بالحزميه بقى، وعم نكفي من منطلق انه الخط هيدا بنعتبر حالنا مؤتمنين عليه، لانه ما في شيء مادي بهمنا امره وما في شيء ممكن يخرج عن الخط الوطني اللي رسمه الرئيس والمرحوم داني نقدر نزيح عنه نحن، وخاصه بهالظرف هيدا اللي هو ظرف مادي اللي هو ظرف تجاذب من قبل احزاب كبيره او مرجعيات كبيره ان كانت اقليميه او دوليه، وهيدي الشغله نحن ما بنتاثر فيها لانه المرحوم داني ما بحياته تاثر فيها. نعم استاذ جورج، يعني استكمالا للسؤال، وين يوم رفاق داني شمعون؟ يعني حكينا انه عم تفتحوا مراكز وعم تنشطوا، خلينا نضوي شوي اكثر على الموضوع. اكيد موجودين ورح نبقى هون، يعني ما رح نزيح عن خطه للمرحوم داني، ونحن مجموعه كثير كبيره صرنا وعنا قناعاتنا الذاتية والقناعات الموجودين كرمالها، يعني نحن ما جمعنا بعضنا بس نجمع بعضنا ونلعب طاولة مع بعضنا وكذا، عنا هدف تكملة رسالة المرحوم داني وراح نكملها بإذن الله. إنسان كان وطني وبحب بلده، ونحن وطنيين ومنحب بلدنا، ما تغيرنا شيء بالفكر نحن وياه، ما في دم على ايدي اللي هي هيدي الطامط الكبرى مثل ما بيقول، ما في دم على ايدي، ما حدا بيقدر يلقطه بدينته بمؤامرات عملها بالماضي او بالحاضر لحد ما ماتوا، يعني تاريخه بيشهد له على السلم الاهلي والسلم الوطن، وما لازم حدا ينسى وننسى انه وقت اللي فات على شارع اسعد الاسعد مع الشيخ المغيب محمد يعقوب كلفتنا قتيلة شغلة من اللي ما بدهم السلم للأهل، وبعديك الأثناء كان في شخص مسؤول بفتح بأمن 17 اسمه شاستري معروف بالمنطقة، كان لاقت الكل على رقابه من إخواننا البشيع،
أنا بقولها بكل أناعة لأن كنا معه حد ولداني وقت اللي فات لجوا، وفي شباب أحياء بعضهم لهلا من بعد الحادث. بقى نحن خطنا هو تكمل لخط داني بنظافة الكف وبحبه للوطن وللأرض. مزبوط مثل ما قال. هلا الحاجة أسألك بعد شوي عن ترجمة هذا الموضوع بالأحداث اللي صارت أخيرا، لأن ذكرتنا بالحادثة تبع مع الشيخ محمد يعقوب وإلى آخره. بس يعني كان سؤال اليوم، يعني الناس اليوم اللي مالنا كتير فايتة بالتفاصيل عم بتشوف انه في رفاق داني شمعون عم يفتتحوا مراكز عم ينشطوا الى اخره، وهن اساسا موجودين، وفي كمان حزب الوطنيين الاحرار الرسمي كمان رجع بالفترة الاخيرة اقله اعلاميا يرجع يبين، صار في قيادة جديدة، صار في رئيس جديد، انتوا وين من هالموضوع؟ نحن بعدنا محلنا لسببين. انا بوجه له تحية محبي للرئيس الجديد كميل دوري شمعون. أنا كنت أول الناس اللي عارفين منه شخصياً إنه هو إذا عمل رئيس بده يجمع الحزب بأطيافه كله وأطرافه كله، لهيئة ما عمل هيك، وبهالنتيجة خسر أكثر من النص اللي حابب يجمعه كله. وأستاذ جاد أنا بدي أقول لك شغلة، معلش يمكن مبكر عليها بس بدي أقولها هلا. لا تفضل. لا بدي أقولها هلا. الله السلام عاسمه هو اللي بيسامح، هو اللي بيميز بين الخير والشر. العبد وقت اللي بيسامح بيكون عم بيسامح لأشياء آنية ظرفية مادية. بقى مش مهم اللي مسامح اللي سامح وياها كميلة سمير شعش، مش مهمة أبدا، لأن هيدي أرضية وهيدي انتقائية وانتفاعية لا أكتر ولا أقل. حرام يخسر هالإرث كله بهالمصافحة بس يسمع حكيات عمه على باب القصر الجمهوري مع المطارمي شو قال، بس يسمعهم ويتمعن فيهم شو قال تينتبه ويتنبه. بقى أنا اللي بدي أقوله كمان، اللي جرب مجرب عقله مخرب. هيدا فيما يختص بهالشيء نحن ما ممكن له إلا الاحترام لكميل، والله يوفقه بمسعاه اللي عم يعمله، بس it's too late the hero تيعمل هالمسعى هيدا. ومع مين وليش يحرم نص الحزب وأكثر من الالتقاء والاجتماع مع بعض؟ لا هو ولا غيره بيقدر نعنى بقناعته الشخصية والمسامحة تبعيته الأرضية اللي عم بقولها وبكررها، بس لأسباب مادية فقط لا غير ظرفية. أنا هذا اللي بقدر أقوله بالوقت الحاضر عن خينا كميل. بالسياق نفسه هلأ ما رح بقى نطول كتير على نقطة الحزب يعني، بس السؤال هو أنه الخلاف هذا الموجود يعني هو بس يعني انطلاقا من موضوع جريمة 21 تشرين الأول 1990، ولا اليوم في يعني خلافات سياسية؟ يعني الخطوط العريضة اللي أنتوا عم تنشطوا تحتها ما بتشبه الخطوط العريضة يلي ماشي فيها حزب الأحرار الرسمي اليوم، بغض النظر عمين صافح ومين سلم ومين تقى مع مين. نعم سألتني. نحن بالنتيجة بعد ماشيين بالخط ذاته تبع الرئيس شمعون وتبع داني شمعون، ماشيين بالخط وما غيرنا. ونحن بالنسبة لإلنا مثل ما قال خينا جورج، ونحن ما في مطلة طخمة بدم، خصوصا مطلة طخمة بدم مسيحي، وهذا المنهج تبعنا. فعلى الصعيد السياسي كيف بيشوفوا الامور، نحن في اشياء بنحتفظ فيها لنفسنا ما بنحب نحكيها ونتالم اذا حكيناها. بالنسبه للشيء اللي عم ينعمل اليوم بالحزب، هالارمه الكبيره المهمه اللي عطت لبنان كثير وعطت شهداء كثير للبنان، نتاسف انه هالارمه نزاحت على مطرح ما لازم تكون. حضرتك مذكر كنت مسؤول على امين العلاقات الخارجيه بحزب المسؤوليات الاخرى المناطقيه. نعم طبعا طبعا، بظروف صعبه واستثنائيه كنا مسؤولين، وخاصه بجنوب بمنطقه جزين، المنطقه المباركه اللي عطت كل شبر عندنا شهيد فوق، وكل العالم بتعرف ابتداء من العيشيه لجزين لكل الضيع التحتانيه، وكذلك منطقه الظهراني. بقى بالنتيجه هالمسؤوليه الحمد لله بوقتها عملنا قد ما الله قدرنا، وجا الظرف الصعب والاستثنائي. لكن في اكد لك مثل ما خينا جورج عم بيقول، كان بعد القاعده موجوده ومقتنعه.
طبعا هلا بدها وقت القصه اكثر ما عملنا لحد هلا ترجع تبلور، لانه في نوع من الاحباط عند كل الشباب، مش بس شباب النمور، وكل الشباب في نوع من الاحباط، لانه هالضغط والوضع الاقتصادي، وضع الدولار والوضع المعيشي، في نوع من الاحباط، وهيدي شغله بدها وقت لنتجاوزها وماشيين فيها. يعني في لك على صعيد منطقه جزين وضع جيد، وغير مناطق وضع جيد. هلا بالنسبه لموضوع العلاقات الخارجيه، فينا نرجع نحطك بشويه اجواء مهمه كانت انعملت ايام المرحوم داني، عملناها بامريكا وباوروبا، وكان لها مردود كثير مهم على لبنان بوقتها، صار اللي صار بمرحله لاحقه. نعم. بالنسبة لتنختم هيك موضوع دور رفاق داني شمعون بهالمرحلة، يعني كمان اليوم على الساحة المسيحية تحديدا، سؤال موجه للاثنين يعني اللي بحب يناقش بالموضوع، يعني في أحزاب كبيرة اليوم نسبيا، التيار الوطني الحر، القوات اللبنانية، حتى يعني الكتائب نوعا ما، المردة، يعني هذه الأحزاب المتعارف عليها الموجودة، سهل واحد يشق طريقه بين كل هالموجودين، خاصة أنه يعني معروف أنتوا أقرب لجهة معينة أكثر من الجهات الأخرى. إيه أكيد مش صعب، أكيد مش صعب. مش صعب؟ لا مش صعب أبدا. ليش؟ لأن احنا عم نمشي بخط وطن كامل الأوصاف، ما عم نمشي نحنا. هذا ما عددنا بعد أنه كمان صار في موضوع المجتمع المدني، يعني كمان برز غير الأحزاب. أكيد أكيد نحنا لك جد ما حدا دق بابنا ولا دقينا باب حدا، نحنا مكتفين بذاتنا. نشكر الله الشباب كلها اللي حوالينا واللي نحن حواليهم داركين للوضع الكامل بالوطنية تبعهم وبإكمال خط المرحوم داني. نحن بنعتبر داني الشهيد الأول، إلنا حق نعتبره مثل ما بدنا، مثل ما غيرنا بيعتبر شهداء، بس كل الشهداء بعيوننا، كل الشهداء ما بننساهم ولا لحظة من تاريخنا. بس بالنسبة لنا سيد الشهداء داني، وقلنا حق نسميه مثل ما نحن بدنا ومثل ما نحن منلاقي. بينما في ناس من القراب لداني، من القراب بالدم، بيقولوا ما بقى تجيبوا لي سيرته، بقى ما علي شيء، نحن راح نجيب سيرته كل دقيقة وكل تك، لأن اليوم قالوا نضاف في هالبلد، قالوا، والله يطول بعمر الشخص اللي فكرك منه، لأن هو وقف وش الكل. طيب نرجع لموضوع قصة الشيخ محمد يعقوب نعم. والشهيد داني شمعون، لا يعني نحكي عن الأحداث اليوم. نعم. حضرتكم بتمثلوا الشهيد داني شمعون بالسياسة بسنة 2021، صح؟ كيف لو كان الشرف موجود، كيف كان تعامل مع أحداث اللي صارت بالطيونة عين الرمانة إذا بدنا نسميها خميس الماضي، صار إلى جمعة على الأد، ما كان خليها تصير. كيف؟ وأنا رح لك كيف. كنا اشتبكنا مع اللي بدهم يعملوا العمليات. اي عمليات؟ العسكري. لا عم نحكي من ميدتنا، انا عم بحكي عن عين الرماني. كنا وقفنا بوشهم سد منيع، نحن وش مين؟ وش اللي كانوا؟ وش القوات اللبنانيه اللي كانوا بالارض؟ مين؟ وش مين؟ هن اللي كانوا، نحن ما كنا. هن عم ينفوا بس. يا اخي يعملوا اللي بدهم اياه، بس في ناس شافت، يعني الناس منا اغبياء. ناس منا اغبياء. بس ما كنتوا وقفتوا ضد اللي فايتين من الجهة الأخرى؟ أكيد قبلهم كنا وقفنا وبقينا بمحلاتنا، مش كنا وقفنا بس، كنا وقفنا وبقينا بمحلاتنا، ما فلفلنا مثل البسينات ومثل اللي رح لك شو. طب كيف كان ممكن تفادي، عم تقول انه ما كان خلى الشهيد داني شمعون اللي صار يصير، كيف كان يعني شو اللي كان لازم ينعمل وما انعمل هالمرة تصار هيك؟ أنا بقول لك شو كان، كان لازم ينعطى ثقة أكتر للجيش ويضرب بإيد من حديد على الكل، مش يميز بين وبين وينطر تيصير في إطلاق نار لحتى يتدخل. هذا رأيي، وهيك كان عمل داني، ونحن عم نعمل مثل، نحن عنا ثقة بالجيش اللبناني، ونحن عنا ملء الثقة فيه، وهو الحافظ الأمني الوحيد للسلم الأهلي ولكلنا. واللي بيقول غير هيك عنده تحليلاته وتبريراته. نعم. استاذ نبيل، يعني احداث شياح عين الرمان الاسبوع الماضي، في اذا بدك ثلاث قراءات بشكل سريع لها. اول شيء في عندك موقف القوات اللبنانيه اللي بيقولوا هن ما شاركوا بهذه الاحداث، بس بيقولوا انه في جحافل كانت هجمه علينا وطبيعي الاهالي انه يدافعوا عن نفسهم.
في عندك رأي تاني اللي هو رأي حزب الله يلي بيقول إنه القوات اللبنانية عاملة مخطط تقسيمي وإلى آخره، وكلام السيد نصر الله واضح يعني بهالموضوع التنين الماضي. وفي الرأي الثالث يمكن اللي عبر عنه الوزير جبران باسيل بذكرى 13 تشرين إنه لا منقبل بالصلبطة إذا أجت من جهة معينة، ولا بدنا إجرام وإطلاق نار من جهة تانية. أنتوا يعني وين من هالثلاثة، أو إلا إذا عندكم شيء قراءة رابعة؟ استجد بالنتيجة الحديث هو الحديث المنطقي يعني، ونحن شو ما تكون الاعتبارات يعني أكيد كرامتنا مهمة، بس التهور ممنوع. اليوم القصة اللي شغلة صارت هنيك بدك تشوف شو تداعياتها، واليوم ما فينا نخلق جو أكتر ما هو جو موجود ليصير في نوع من الانفجار، مش بس بالطيونة، بكل المناطق. والعالم للأسف مهيئة، والوضع الاقتصادي يمكن والفقر اللي عند العالم بيخليهم يتهيئوا بزيادة، وفي ناس بتفكر انه اذا صارت حرب معينة ممكن يحصلوا على غنائم، ممكن يسرقوا، ممكن يعملوا مثل ما كان يصير بالحرب يعني. بالحرب ال75 نتذكر تماما الموضوع. بقى العملية نحن ما بنقبل ابدا حدا يتعدى على مناطقنا واحيائنا، بس بذات الوقت بنقوس بالصدر وبالراس. ليه؟ انا ماني ضد انه يصير في اشتباك معين بالعصي خبيط الى اخره، ممكن تحصل هيدي حتى نحمي الشوارع تبعنا وبيوتنا، بس انا بدي اقوس بالروس. كل واحد قادر يقوس بالراس، كل واحد قادر يقوس بالقلب، بس شو نتيجتها، شو تداعياتها، وين ممكن توصلنا؟ مش بس بالطيونة، وين بتوصلنا؟ بكل المناطق اللبنانية يلي اليوم المناطق كلها مفتوحة على بعضها. اليوم ما لنا لعبة العملية، ولا قصة شد عصب، ولا قصة الانتخابات النيابية صارت قريبة عم نعملها هيدي لتكون العالم في قسم من العالم يكون مبسوط. بدي اشوف شو نتيجتها وشو بيترتب عليها، علما انه يلي قتلوا واستشهدوا من هديك المنطقة بتصور انه معروفين لوين بينتموا. وما بعتقد انه في خلاف سياسي كان بين القوات وبين دولة الرئيس اساسا يعني. بقى اليوم شد العصب بيكون بطريقة سليمة وبيكون بطريقة مقبولة، ما بتخلي العالم تفقد اعصابها وتفقد المنطق عندها وتعمل اللي عملته، وردة الفعل بتكون هون وردة فعل تاني بتكون غير مطرح وغير مطرح وغير مطرح، نرجع نوقع بنار جهنم من جديد مثل ما صار بال75. هيدا اللي عم نحكيه نحن، وهيدا اللي بنتأمل انه نكفي فيه. نعم، رح ناخذ فاصل وبنرجع بعد الفاصل بنكمل حديثنا وبنبلش ناخذ المداخلات يلي محضرينها بهالحلقة الخاصة بذكرى استشهاد داني شمعون وعائلته. مشاهدينا خليكم معنا دقائق وبنرجع. حبينا وجودنا هون بجنب العماد عون بجنب دولة الرئيس والوزراء الموجودين هون، بالأخص أنه الشعب اللبناني بمجمله الحر والغير الحر اللي عم يجي تدريجيا كما يقدر يقطع العبور بوجود المخابرات السورية، عم يجي يعبر عن شعور الحقيقة اللبنانية من أجل حرية لبنان، من أجل استقرار لبنان، من أجل ليمومة لبنان. حلقتنا الخاصة هذه الليلة بذكرى استشهاد داني شمعون وعائلته مع ضيفينا الأستاذ جورج أعرج والمهندس نبيل نصيف. أهلا وسهلا فيكم. نحن صار معنا جاهز عبر سكايب الأستاذ جان عيد أمين الداخلية بالنمور. مساء الخير. مساء الخير. يعني 31 سنة على استشهاد داني شمعون وعائلته، لو كان داني شمعون موجود اليوم كيف كان تعامل مع الأوضاع السياسية؟ خاصة كنا عم نحكي مع ضيوفنا على البلاتو هون عن موضوع يلي صار أخيرا بتحويطة عين الرمانة، كيف كان تعاطى برأيك؟ تنكمل فكرة أستاذ جورج. طبعا لو كان موجود اليوم كان نحب كثير
هذا الحزب الاستنزاف كان تعزيز ذات كبير على مستوى السياسي على مستوى المناطق من في ديسمبر انه هذا الحزب ما كان يستنزف لو بني سمعون كان اليوم عايش في المجمع لانه كان حزب الوطنيين الاحرار في الدول لسعى بشكل كبير بقياده جديده للسياسه. نعم عم تسمعني؟ صحيح. نعم كمان كنا سالنا الاساتذه عن موضوع رفاق داني شمعون اليوم وين شو دورهم وشو شو اهدافهم بهذه المرحله. تفضل. ان شاء الله نحن مجموعه انطلقت من حزب الوطنيين الاحرار. بظروف معينه اعتبرنا انه نحن مؤتمنين على خط رئيس شمعون للوطني على خط داني مرحلة داني و قلنا انه نحن المؤتمنين على اتصال الحزب وبدنا نحافظ على بنيه شهدائنا اللي هذا الحزب اللي بعضها لتكون في بلاد لبنان للدفاع عن لبنان وهويه لبنان ووجود لبنان ودفاع عن كل طوائف لبنان لانه هذا الحزب بيكون من كل الطوائف عندنا ان شاء الله كمان من كل الطوائف. طبعا الحزب كان زاد غالبيه مشاكله ولكن الحزب كان زعيم رقمي زعيم رقمي كبير وحتى كانت زعامته في الحزب على المستوى العربي والسوري. نحن اعتقدنا انه على عكسنا انه هذا الحديث هذا الحديث المجتمعون اللي بيصير لنقص الرئيس الحكومي الثاني كمان لازم يكون عنده تفكير. طبعا بدنا نتفكير استاذ نضال كان اهون بكثير علينا لو الرئيس صممهم بالدايما. انما للاسف هن منهم موجودين بالمجتمع، العمل بيكون كثير صعب، شغل شاق ومثل الجمهور كمان كثير صعب على كل المستويات. بتعرف انت اللي بنشتغل عليها 20 سنه بنتفشل تماما بنتفشل بنحتاج لمحن شكل وهذا محن شكل كان بيرضي من ضمير الناس تحديدا زمان الشهداء واهميه الشهداء اللي بتقف في كرمالهم. عم نشوف كثير من الفلسطينيين اليوم مغلبه تماما ما بتعرف ما حدا بيعرف اختار كرمالهم. شوف بهالمناطق شو فيها مطرح هي شيء طبيعيين او ما بيعرف شيء ما بيعرف اكثر من بحث كرمال هون نحن اخذنا على حسابنا انه هذا الحزب والله اولا اثنين بناء شهدائنا والقضيه اللي بتستغلها بتكملها رايي بتكملها ونحطها قدام ونكون احنا مستقلين للاخر لنرد الناس للجذور. طالما الناس ضايعه طالما الناس رح تاخذ خيارات خطا طالما الناس بنقدر نحن نرجعها للجذور للقضيه المركزيه تبعنا اللي بعدها حتى اليوم هي قضية حدودنا نحن بنربح معها. اليوم الناس ضايعة حتى الأجيال الجديدة اليوم تماما الأجيال الجديدة ما بتعرف تقرا النمو اللي بتقدر يسمون على أمل هذا مسحينا اليومين أن يرجع يصير عندنا حضور سياسي ولو بجزء منه كأنه كان داني أو كان الرئيس شمعون. هي بنعتبرها أمانة برقبتنا هيك بنكون حافظنا على بناء الشهر. هذا الحزب بدنا نرد كثير مثل ما كنا على امل انه يصير بكل المناطق، على امل انه يصير بكل المناطق، وهذا وعد منا لداني، وعد منا لشهدائنا، وهذا وعد اخذناه على نفسنا واصمنا عليه بيناتنا بين بعضنا، وان شاء الله خير وان شاء الله كل حلقه من اليوم مع الحلقه معكم لانه الخطاب كثير مسكر علينا، احنا مع الكل، بيكون عندنا مركز وهذا وعد منا لكم. شكرا لك استاذ جعيد واهلا وسهلا فيك وبنعتذر عن رداءه الصوت بسبب الكونكشن على سكايب. شكرا لك واهلا وسهلا مجددا. استاذ جورج بنرجع لك، كنا عم نحكي عن احداث طيونه عين الرمانه. نعم. كان عندك بعد شغله بدك تقولها قبل البريك. نعم. عين الرمانه تسمت قلعه الصمود مش هيك؟ لان كان كل اهلها وكل شعبها متحدين مع بعضهم طيوقفوا بشوح مش فريق يستفري باللي ينعمل بعين الرمانة. هيك تسميت قلعة الصمود. عشناها كل الأحداث وعشناها كل الكذا، كنا كف واحد وإيد واحد مع كل اللي حمل بارودة بعين الرمانة. اليوم ما بتقدر عين الرمانة تكون تحت رحمة 5 6 7 8 9 10 تجرى لحرب. الحرب بعين الرمانة ما بدهم أهلية، حربون بالبنزين، حربون بالخبز. شعب معطر بده يعيش، بده السترة، مش اليوم ناوي يحمل البارودة. هلا اذا اختلفت الامور وبده يصير في اجتياح مثل ما عم بيشهروا عنه ويحكوا عنه تختلف القصة، بس هيدا حكي.
نحن وجيراننا بألف خير من الله، ما في اجتياح علي. نحن مش متفاهمين معهم ومتفقين معهم ومع رؤسائهم أبدا. نحن مقتنعين بقناعاتنا الذاتية إنه موجود، وعين الرماني ما بتنحط رقبتها تحت رحمة أربعة وخمسة أو أوامر من بعيد تجي. نحن منعيش العين الرماني مع أهليها اللي هن كانوا سبب صمودنا بعين الرماني، ناخد رأيهم، منسألهم، نحكي معهم، مش بنفرض عليهم شيء، لا نحن ولا غيرنا. أستاذ نبيل، موضوع حزب الله، يعني اليوم القوات اللبنانية، حزب القوات اللبنانية عم يحكي انه مشكلة المشاكل، اذا بدنا نلخصها يعني بكلمتين، انه اليوم اساس المشاكل بلبنان هو حزب الله، وهو التحالفات اللي صايرة مع حزب الله اللي عندها أكترية نيابية، يعني بيقصد التيار الوطني الحر، يعني هو حزب الله، وعم يدعي انه الانتخابات النيابية الجاية تكون مناسبة لننهي هالأكترية هيدي، مين ما ربح غيرها بيكون افضل من الوضع الحالي. كمان كرفاق داني شمعون، شو موقفكم من هالموضوع بالشيء المتعلق بحزب الله والشيء المتعلق بالاكثريه؟ بدنا نسال سؤال استجاب دخلك، الحلف الرباعي مين كان بضم؟ كان متذكر كانوش القوات وحزب الله؟ ما حدا عم يحكي فيه بقى، يا سيدي عم يذكروا فيه بقى، نحن مش عم يحكوا فيه، بس نحن بنرجع بالتاريخ لنقول انه وين بتناسب فريق معين بيروح. بقى اليوم بالنسبه لموضوع حزب الله، نحن الأمور إقليمية ودولية أكبر منا كلنا سوا، ونحن قصة الكرامة، نحن أساسا بس حملوا بارود الشباب، والمرحوم داني حمل بارودة، وبقية الأحزاب الحليفة حملت بارودة للدفاع عن الكرامة والدفاع عن الأرض والدفاع عن 1600 سنة صارنا بهالبلد، ما ضل حدا موقفنا بوجهه من أيام الأرامطة والفاطمية والمماليك والعثمانية وإلى آخره، ومرورا بال 58 وإلى آخره وال 75. فأنا اللي عم أقوله أنه بالنتيجة متغيرات الإقليمية والدولية عم تشهد متغيرات قريبة اليوم بين السعودية وبين إيران، بين السوريين والدول العربية والسعودية، في متغيرات معينة. نحن لنقدر نحسن حالنا بهالموضوع هذا، مفروض يكون في حد أدنى من الاتفاق على استراتيجية بمجتمعنا، وهيدي الشغلة أساسية، وهيدي شغلة أهم من قصة انتخابات إذا هو جابوا 2-3 أكتر أو جابوا 1000-2-3، مش هذا الموضوع. الموضوع الاستمرارية، والاستمرارية ما فيها تكون إلا من خلال تخطيط معين، ويكون بالقليلة على المدى المتوسط إذا مش على المدى البعيد، لأنه على المدى البعيد مثل ما عم نشوف من الأحزاب الموجودة اليوم ما حدا عم يخطط على المستوى البعيد، إلا انتخابات وكم واحد فينا نجيب، وكيف فيه هون يكسر فلان، كيف في هون شد عصب. هيدا بالنتيجة ما فينا نشتغلها، هيدي ما فينا نشتغلها. كان الرئيس شمعون رحمات الله عليه كان يقول في المهم والأهم، الأهم هو المحافظة على البلد، المحافظة على اللبنانيين، محافظة على كل المجتمع اللبناني، المهم حزبه، عائلته، حيه، منطقته، بس الأهم هو لبنان. وبالنتيجة ما ممكن يكون في استمرارية إلا إذا اشتغلنا على الأهم، وهذا اللي بنتمناه من الكل بدون ما نكون عم ننظر، انه ينشغل على الاهم، لانه هذا كله زايل. والحوادث اقل حادثه استاذ جاد بتغير المعطيات كلها سوا. فخلينا نطول بيننا على بعضنا، ورأفة بهالعالم مثل ما قال خينا جورج وعم بيحكي، كان العيلة بعين رماني وبغير عين رماني مغلوبة عمرة اقتصاديا وماديا وصحيا ومن كل النواحي، نطول بيننا شوي ويطولوا بيننا على العالم، لانه العالم مش قادرة تحمل بقى، ما عادش فيهم يضغطون اكثر ما هن مضغوطين، يشوفوا كيف بدهم يقدروا يكفون ويساعدون، وهذا المطلوب بالوقت الحاضر، waiting for better days مثل ما بيقولوا. طيب بس بموضوع حزب الله تحديدا، نعم. يعني اليوم في شيطنه لموضوع تفاهم مار مخايل يلي صار، ومعتبرينه انه هذا اللي دار المسيحيه وهذا اللي خرب البلد، وانه هذا هو اللي لازم هلا ننقض عليه طالما الفرصه سانحه تحت عنوان الازمه المعيشيه والاقتصاديه والبدكيه. يعني موقفكم من هذا الموضوع شو؟ يعني انتم بتشوفوا انه تفاهم مار مخايل اليوم خلص صار وقت انه نطوي صفحته، ولا كيف؟ ليش بدنا نطوي صفحته استاذ جاد؟ ليه؟ ما بعرف، هيك اللي في دعوه هلا في بالمجتمع، في ناس بمناسبه انه نطوي صفحته وبيطبلوا بزمروا بهالخصوص هيدا. هلا نحن اكيد في بعض الامور يمكن مطلوب تعديلها، بس انا بمنطقه جزين واللي الشرف يكون من جزين، نحن اليوم فوق ما في عندنا ضربة كف، منطقة طويلة عريضة قدمت مثل ما حكينا كل شبر، في عنا شهيد بمنطقة جزين يا أستاذ،
على مد الايام ال 75 نحن فوق عندنا الوضع جدا مقبول. ما عم نقول وكون اكيد نحن بنرفض انه نوطي راسنا، ما بنوطي راسنا الا لربنا السلام لاسمه. وبالنتيجه ما فينا نعمل نخترع اليوم سياسه جديده ونصطدم كان بحزب الله او بفئه ثانيه رأفة بالعالم. وبعدين لوين بدها تودي؟ ليش بدنا نختلف نحن وياهم؟ هلا بيقولوا لك النوايا تبعهم هيك وبدهم يعملوا دولة إسلامية وبدهم يعملوا معلش نحن اللي برقنا فيه صعب كثير. بيقولوا لك انه هن اليوم عمليا حاكمين البلد، هذا منطق الفريق الآخر، انه هن حاكمين البلد، انه إذا مش عجبهم القاضي بدهم يقبعوه بين هلالين مثل التعبير هلا الرائج، وأمور ثانية كلها يعني بالسياسة وغير السياسة. هلا بالنسبة لموضوع القاضي أنا عم بسألك عم بطرح لك الرأي الثاني يعني هيك عم ينقال. بفهم عليك أستاذ جاد بهالموضوع هيدا، قصة تغيير القاضي وما تغيير القاضي يمكن ما في عنا معلومات كافية بالنسبة لموضوع القاضي، ما فينا نفوت فيها هالعملية هيدي لأنه جدا دقيقة. هلا حاكمين البلد يعني سيتون فاسون دو دير مثل ما بيقولوا، إنه أكيد في أشياء معينة المفروض تكون أطرى وأحسن ومرتبة أكثر ومقبولة أكثر، وهن جماعتنا عم بيركزوا على اشياء معينه بتضر اكثر ما بتنفع. لانه بالنتيجه وين رايحين نحن وين رايحين؟ بعدين اليوم لو ما كان في اراده دوليه انه الوضع يكون كما هو هلا على الارض على صعيد توزيع القوى كيف بيكون هيك برايك انت؟ ما بيكون هيك. واليوم بذكر بعضنا بعد فتره منا بعيده كيف بده يصير في متغيرات على صعيد سوريا وغير سوريا، كيف بدنا نرجع نشوفه للشباب عم يركضوا لهونيك. شفناهم قبل قديش ركضوا وقديش انبطحوا، خلينا نستعمل اعذرني، قديش انبطحوا وشو عملوا بس كانوا السورية هون وكيف لحقوهم لهونيك. بقى بالنتيجه بدنا شويه تبصر وبدنا شويه اقتناع انه ما بدنا نكون من دلف نصير تحت المزراب. واكيد نحن بنطالب بانه الدوله توقف على اجريها وانه رئيس جمهوريه يكون عنده حيثيه افضل ويتساعد اكثر. وقصه الانتخابات النيابيه اللي عم يعولوا عليها خلي العالم شوي بس تفتح عيونها انه حادثه معينه او شد العصب مش هيك بيكون بهالطريقه لنعمق الخلاف، وياخذوا بعين الاعتبار انه الانتشار اللبناني موجود بكل المناطق مش موجود بزاويه معينه او بروح واحد في منطقه معينه ممكن ينعكس 100% سلبا على مناطق اخرى. استاذنا لازم يفكر بالبلد ككل. نحن منطقه تهجرت، منطقه جزين وشرق صيدا وساحل منطقه جزين كلها تهجرت ونحن بنعرف مين هجرها معلش هي يعني بعدنا بنذكر كيف تهجرت وعلى اساس تهجرت. ما هي شغله مش وارده ولا ممكن نقبل فيها، بس نحن بدنا نمنع انه نوصل لهالمرحله او وصلونا لهالمرحله لانه الاستمراريه هي الاهم والحفاظ على اهلنا هي الاهم. واليوم عرض العضلات ما بيكفي، عرض العضلات بالاعلام مش هو اللي بيطعمي خبز، مش هو بيامن استمراريه لمناطق معينه خصوصا المناطق الموجوده برات منطقه بيروت. هيدي كمان نعم. جزء من بين لبنان وهيدي جزء من الشعب اللبناني، وبعتقد بضل في مجال للتفاهم وخصوصا انه المتغيرات الاقليميه بنذكر بعضنا سنه الجاي استاذ جاد بكره بتشوف انه في متغيرات معينه على الصعيد الاقليمي بين ايران وبين السعوديه وبين الخليج وبين سوريا، كلها بدها تنعكس هون، هيدي كلها بدها تنعكس هون وبدها تنفس امور كثيره. فخلينا نطول بالنا شوي، منحط براسنا هدف بس انتخابات نيابيه ونجيب اثنين بالطالع او اثنين بالزير، مش هذا المطلوب ولهيدا بيوصلنا مطرح عليه. خلينا ناخذ اتصال مع الاستاذ توني ابو زيد لانه ناطرنا، مسؤول بسلاح المدفعيه سابقا بنمور الاحرار اذا صح التعريف. صح. مزبوط. استاذ توني مساء الخير. اهلا. يعني بذكرى نعم سامعك، نحن سامعينك. بالذكرى 31 لاستشهاد دانش عمون وعائلته. نعم تفضل انت سمعنا بس بليز من التليفون مش من التلفزيون. سمعنا من التليفون بليز مش من التي في. نعم سمعنا من التليفون بليز مش من التلفزيون. اوكي الو عم تسمعني استاذ توني؟ سامعك. ايه اوكي. ذكرى 31 لاستشهاد داني شمعون وعائلته. شو بتقول بعد مرور 31 سنه؟ هل نسيوا اللبنانيين انه في عندهم شهيد بحجم داني شمعون برايك؟ هلا
لا للأسف الجيل كله بيذكر هالجريمة الفظيعة اللي هي تعبر عن قمة الإجرام بالحرب، قمة يعني ما في جريمة أصعب منها كانت أبدا. يعني الحمد لله سمير جعجع عمل جرائم كثيرة، بس هيدي قمة الجرائم واللي تحكم عليها، بس ما فينا ننسيها أبدا ولا العالم بيقدر ينسوها. أكيد أكيد كل معاييرك داني شمعون والجيل الصاعد الجاي أو التابع ما بيقدر ينسى هالجريمة، ولا بيقدر ينسى شخصية داني شمعون ولا عائلته، لأنه هاي بالنهاية حادث للتاريخ برمو مذكور. نعم، اليوم شو رأيك باللي يعني عم تحكي انه في جهة معينة سميتها انه هي المسؤولة عن هذا الموضوع، هل جهة هيدي وجزء من الرأي العام بيقول انه لا، ما هيدي يعني الاتهامات هيدي ركبت بمرحلة الاحتلال السوري او الوصاية السورية وبالتالي لا يعتد بها، شو رأيك بهذه المقولة؟ هل بالنسبة للمحاكمة لو كانت بهالظروف بظروف في وجود الجيش والسوريين موجودين، نعم، ولكن المحامين والقضاة والمحققين يشتغلوا عليها أشخاص نزيهين جدا ونعرفهم شخصيا ونعرف تاريخهم، فما مش كله للعب، فمش كل واحد مثلا بده يحكي شغلة. شو جميل جعجع كان عم بيصلي بالكنيسة، يعني ما بيسمح لنا فيها. هلا اوكي هو من نوع من الناس اللي تحيكموا في غيرهم ما تحيكموا، هذا ما دخلنا فيه، بس هيدي جريمة ولا ابشع من هيك في تاريخ لبنان، ولا مجزره بكل معنى الكلمه. والشكل اللي انقتل فيها يعني هو وانجريز وطارق وجوليان، لانه الاولاد بينقتلوا عمدا، يعني كنا بنعرف كيف سحبوا الاولاد من تحت التخت. يعني نشكر الله انه المربي قدرت تخبط البنت وفاتت خبط الحنان. يعني شو بدنا نقول؟ نعم، خليني اسالك سؤال بالاخير، انه اليوم يعني مع هالاحداث اللي عم نشهدها الامنيه تحديدا اللي كنا عم نحكي عنها مع ضيوفنا، يعني كشخص يعني كان لك دور عسكري بالسابق بالحرب، شو بتوجه رساله للشباب اللي حكيتنا عنهم بالاول؟ شو بتقول لهم اليوم؟ شو لازم يعملوا؟ شاب بده يكون لكل الشباب بده يكون في وعي، لانه المسؤوليه الوطنيه مش الشغله، مش انه نتحمس ومنقوص ونضرب ومنقاتل، وهذا الكلام موجه للشباب الثنائي الشيعي ولا جماعتنا، انه كلهم بجميع الاطراف بده يكون في وعي. واليوم نحن ما فينا نجر البلد كل يومين على مشكل بلا طعمه. هلا كمان الله يحمي الجيش، للاسف هالمره كان الجيش ما استبق الامور، كان لازم يستبق الامور، والقيادات كمان تكون اوعى. يعني حتى القيادات حزب الله وحركة أمل كانوا بيقدروا يعملوا تجمع من ميلة شتيلة، يعني مش ضروري إنه يفوتوا بالشوارع، مع إنه بيعرفوا إنه المنطقة الحساسة بعدها لليوم، بعد 30 سنة و40 سنة بعدها حساسة. يعني ما فينا نكذب على حالنا، مين ما بيعرف إنه منطقة خط التماس بعده عمليا خط تماس، شئنا او ابينا، بعد ولا واحد منا راح لتاني ميل او تاني ميل اجى لهالميل. بدنا نكون واعيين، يعني ما بتقدر تعملوا تجمع هاي وبهذا الشكل اللي ظهر واللي كان تصرف، ونحن بنعرف انه الشباب الحماس بيطغى على العقل بكل هالمناسبات. ليش دخلك المظاهره اللي وصلت على العدليه ما صار فيها ضرب كف؟ ليه؟ كمان هذا السؤال. هالمظاهره انقسمت الى قسمين، قسم وصلت على العدليه وكفت على المتحف، ومن بعد المتحف على البربيل، وما صار فيها ضرب كف، مع انه فيهم في بيناتهم كانوا كم واحد مسلح للحمايه. لا مش حمايه، بس نحن بدنا نكون واعيين، كمان ما فينا نمرق مظاهره بمنطقه حساسه. ما يعني ما في وعي كان بالموضوع ابدا. ويمكن مثل ما عرفت انا انه الجيش سال هالسؤال طمنوه، كان مش لازم يطمن ابدا. يعني هذا رايي،
والله يحمي الجيش، شو بدنا نقول؟ ولو ما من الجيش اقتربت الدنيا شو يعني. نعم، شكرا لك استاذ توني ابو زيد، قيادي بنمور الاحرار ومسؤول سابقا بسلاح المدفعيه بنمور حزب الوطنيين الاحرار. استاذ جورج بنرجع لك. يعني هلا اني عامل شويه توازن بالكلام باللي تفضل فيه يعني عن عن الاحداث اللي صارت. بس انا اللي بدي اسالك اياه اليوم، قديش مفيد بعد نسمع حكي من يلي قالوا جزء من اللي تفضلت فيه حضرتك، انه نسمي اطراف انه هن اللي قتلوا وهن اللي عملوا، انه صار عفو وخلص، مش لازم انه خلص نطوي صفحه الماضي ونطلع لقدام. هيدا عبث، حدا يتهم هيدا، لان ما بيصير. الاتهامات باطله كلها من الفريقين. ليش بدك تتهم بعد؟ بدك تفكر لقدام شوي، بدك تفكر بمستقبلك، بدك تفكر ببقائك وصمودك بهالبلد. مش بدنا نفكر بس الحق عمين والحق عمين. هذا بصفي جدل بيزنطي ما بيخلص. دائما الحق مع الشخص اللي عم يدعي انه هو ما عليه حق. عطول بده يضل يحكي هيك بشارع. اليوم لازم نكون اجتماعيين اكثر. لازم نرص صفوف بين بعضنا لبقاء البلد ولبقاء الوطن. مش لازم بقى نخلص من النجافات كلها. البارودة ما بتعمل شيء. البارودة صارت عندنا هلا، لازم يستعملوها بالافراح يقوصوا او بالاكرام، ويا ريت بوقفوا هالعدل. كان عم تروح منها كتير اشي، كتير ناس عم تروح هيك بالغلط. هيدي بدهم يوقفوها. يوم تلبوا وقفوها وبتد الاخلاق على بلدنا، كون اكيد بيرجع لبنان احسن من سويسرا. نعم، اذا بتسمحوا رح نمشي بالاتصالات شوي بوتيره اسرع مرق الوقت نحن وياكم بسرعه. ما بدنا يعني كل اللي حكينا معهم متفقين معهم، لازم يطلع لهم يعطوا رايهم يعني بالحلقه. صار معنا استاذ جورج عبود. استاذ جورج مساء الخير. انا مساء النور. اهلا وسهلا فيك. حضرتك وكيل امانه الدفاع بكسروان الفتوح سابقا بحزب الوطنيين الاحرار، اهلا وسهلا فيك. ميرسي حبيبي، اهلا فيك. شو الرساله كشخص يعني شاركت بشكل او باخر بالحرب يلي صارت بلبنان، شو الرساله اللي بتوجهها اليوم للبنانيين بذكرى استشهاد داني شمعون وعلى وقع الاحداث المؤسفه اللي عم نشهدها باكثر من منطقه واللي عم نحكي عنها بحلقتنا الليله، هي احداث الطيونه عين الرمانه؟ اوكي حبيبي، اول شيء بدي مسيك خي جاد ومسي ضيوفك رفاق جورج ونبيل. اهلا وسهلا جماعيل. وبدي اتشكر اذاعتك لانه عم بتضوي على مقتل داني شمعون، ذكرى الاليمه تبع مقتل داني شمعون، لانه كل الاذاعات الباقيين عم بتعتم على الحدث، على جريمه العصر يلي انا بسميها بقتل داني شمعون وبرتو والطفلين الصغار. هاي اول شيء. ثاني شيء، انا بالنسبه للموضوع الحالي اللي عم تسالني عنه حضرتك، انا نصيحه مني لجميع الشباب الجداد الطالعين، الجيل الجديد، انه ما يفوتوا بهالمتاهات اللي عم بتصير وهالخلافات اللي عم بتصير، لانه بالنتيجه بتروح عليهم. هالشهداء اللي راحوا بفتره الحرب، يد عين كل شهيد راح، لانه الشهداء راحوا الاغلبيه راحوا كرمال مصالح شخصيه او نفوذ شخصي، راحوا دعان هالشهداء هول. يعني هيدي انا نصيحتي للجيل الجديد. بعدين انا حبيت فوت معكم بهالليله بس حتى نضوي على داني شمعون. نعم تفضل. من هو داني شمعون؟ القائد الشهير الغدر، هو ومرته واولاده، يلي ما لازم لاي لبناني ينساه بحياته، لانه كان قائد عابر الطوائف وعابر المذاهب، كان قائد مش مسيحي، كان قائد وطني داني شمعون. ابن كميل شمعون يلي كان زعيم ورئيس لبناني كان معروف منه كميل شمعون. فلهالسبب بعيد شكري لك لهالبرنامج الحلو ولداني شمعون. هلا نحن وقت انضوينا تحت حزب الوطني الاحرار، النمور الاحرار، نحن كنا مجموعه شباب بس بلشت الحرب، كنا مدربين
بلشت الاحزاب تفوت لعنا على كسروان مشان هالشباب يفوتوا معهم. انا اخترت اني فوت مع داني شمعون. اول شيء انا شمعوني ابا عن جد، وشفت بداني شمعون القائد الوطني. يومتها رحت طلعنا لعنده على فقره مجموعه شباب وحكينا الحويه وعطانا السلاح لازم يكون معنا، وخدنا معارك على جميع الجبهات اللبنانيه دون استثناء، وخدنا المعارك ضد الغريب. نحن ما عملنا معركه داخليه مشان اشياء شخصيه، نحن خدنا المعارك ضد اي شخص غريب له طموح بلبنان. لهالسبب هيدا حبيت انصح الشباب الجديده انه ما يفوتوا بالقصص هيدي كلها. نعم، شكرا لك استاذ جورج عبود، وكيل امانه الدفاع بكسروان الفتوح سابقا بنمور حزب الوطنيين الاحرار والقياده بالنمور رفاق داني شمعون اليوم. شكرا لك واهلا وسهلا فيك. بانتظار يجهز الاتصال بعتقد مع المحامي فؤاد الاسمر، يعني اي تعليق على اللي تفضل فيه؟ في هذا لسان حالنا مش معقول زلمي مخضرم. لا لناحيه النقطه مثلا قال انه اكثريه الشهداء سقطوا لاهداف شخصيه، هلا عم تصوت لأهداف شخصية، بس قبل كنا بحرب وهو كان قائد عسكري مرموه وشارك. اليوم خينا جورج فيتيران إذا صح التعبير عنه، وبعده بسم الله عليه حماس فايد ونشاط دايم عن جد. يعني هيدي الحق لازم ينال، هذا واقع الحال طبعا، هذا واقع الحال. بقى النصيحة اللي أعطاها إنه ينتبهوا على حالهم للعالم. يعني احنا بجمعية الحبل بلد ناس هالشاب الطالع اللي عم بيتعلم لو بيعرف انه ما عليه ما راح يلاقي شغل ما يفوت، يفوت بحزب لبنان. لبنان باقي غصب عن المبادئ، يعني بتدعيهم يفوتوا باحزاب مش يعني ما لها نواحي، ما لها شو بيقولوا بعد عسكري، يعني ايش يعملوا اجتماعيات. جمعية الحبل بلد ناس ما عنده بعد عسكري. معنا المحامي فؤاد الأسمر القيادة أيضا بنمور الأحرار. مساء الخير وأهلا وسهلا فيك. مساء النور، تفضل، شو بتحب تقول بهالمناسبة؟ والله صراحة أول شيء بدي أحييك بالذات وحيي شاحين فاز والأفضل. شكرا، بس الصوت ما إنه كتير منيح عندك. الو ايه تفضل الصوت ما انه كثير منيح بس ماشي الحال منكمل. ضروري هالمناسبه ما فينا ما نحكي الا عن داني شمعون، ونحكي عن رمزيه ليش ارتقوا داني شمعون. نعم، داني لا شك انه داني شمعون هو وريث زعيم المدرسه الشمعونيه، واغتياله هو اغتيال القيم الشمعونية والقيم اللي نادي وسعي إلى المدرسة الشمعونية. مين هي المدرسة الشمعونية اللي حاولوا اغتيالها من خلال اغتيال داني شمعون؟ مدرسة الرئيس شمعون هي المدرسة اللي نادت بنهائية الكيان اللبناني. هي المدرسة اللي حالها بكل احتلال وكل مخاولة لاحتلال لبنان. كل يمكن قليل بيعرفوا انه الرئيس شمعون ومدرسه الرئيس شمعون كان اول من قاتل ضد الانتداب الفرنسي، وكان اول من قاتل ضد اي محاوله احتلال واي محاوله استتباع لبنان من عبد الناصر للجمهوريه العربيه المتحده لاي محاوله لاحتلال لبنان او استتباع لاي محاوله. معلش استاذ فؤاد لو بدي اقطعك ما تاخذنا، بس مش مسموع ابدا الاتصال، رح يجربوا يرجعوا الشباب يتصلوا فيك مره ثانيه بركي بيكون الصوت واضح اكثر. ما تاخذنا استاذ نبيل، رح نكمل نحن وياك شوي يكون جاهز الاتصال. لا نحكي كمان بالشق السياسي المرتبط بواقع الحال اليوم، يعني الانتخابات النيابيه ما عم تعول عليها كمحطه مفصليه بتاريخ لبنان مثل ما البعض عم يحكوا، انه هي رح يكون في ما قبل وما بعد. هيك فهمت من حديثك قبل، انه منا القصه قصه نيبان ثلاثه بالزايد او بالناقص، هي فعلا هيك؟ انا برايي هيك، اذا صارت الانتخابات منا اكيد رح تصير. يعني ليش؟ لانه يمكن في بعض الفرق ما بتناسبهم تصير الانتخابات، على كل حال بتبين من هلا لوقت منه بعيد. وبعدين نتائج الانتخابات اللي بدها تحصل، برجع باكد وبكره بنذكر بعضنا انه نيبان بتطالع، نيبان بالنازل،
هيدي ما بتغير، ما بتغير معطيات ولا بتغير استراتيجية بس البلد. البعض عم بيقول غير هيك، البعض عم بيقول انه مش بس قصه رح تكون نايبين او ثلاثه بالزايد او بالناقص، فيه يقولوا مثل رح يكون في تغيير كبير. مثلا القوات اللبنانيه بيقولوا هن رح يصيروا الكتله الاكبر، المجتمع المدني بيقول رح يكسح الدنيا. كل هذا بيقول شيء، كل واحد ما حدا بينادي على زيتاته وعكرين مثل بيقولوا بالجبال عنا. بقى بالنتيجه كل واحد بيعتبر انه رح ياخذ اكثر ورح يحصل اكثر، بس بالنتيجه الاستراتيجيه المشتركه اللي مفروض تنوجد عندهم كلهم سوا، يلي عم ينادوا اليوم بالانتخابات وعم يشدوا عصب انتخابي وعم يكون في تصرفات اوقات مش بمحلها بتاثر على فريق ايجابي وبتاثر على الفريق الثاني سلبي ضمن المجتمع ذاته. يعني بقى بتصور هيدي ما راح تغير كثير، وبالنتيجه اللي بيغير استجاد هي المعطيات الاقليميه الدوليه، يلي عم نلاحظ اليوم ان في متغيرات. ما صار في تغيير على مستوى اقليمي ودولي، بعتقد كله هيدا بيصير نعم. بيصير بدرجه ثانيه ودرجه ثالثه. يعني رجع معنا المحامي فؤاد الاسمر، اهلا وسهلا فيك من جديد. جزاك الله خليك، ان شاء الله الصوت هلا واضح. لا هلا تمام، يلا تفضل. الله خليك، انا كنت عم بقول شغله، انا بهمني كثير. اول شيء بدي احييك وتشكر وبنركون وتشكر وحيي الجمهور. شكرا. وبدي ركز على سكريبت، من هو داني شمعون ولماذا اغتيل؟ اغتيال داني هو محاولة لاغتيال المدرسة الشمعونية والقيم التي تمثلهم المدرسة الشمعونية. المدرسة الشمعونية سيدنا الكريم هي أول من نادى بنهائية الكيان اللبناني. مدرسة الرئيس شمعون هي، ويمكن قليل بيعرفوا أنه هي كانت راس حربة بالمقاتلة ومحاربة الانتداب الفرنسي ومؤاتبة ومحاربة أي محاولة لاحتلال لبنان أو استتباعه سواء من المبنى الناصري أو الجمهورية العربية المتحدة. المدرسة الشمعونية هي بداية من فتح كل الطوائف اللبنانية وكل القوى. الرئيس الشمعوني كان عنده علاقات وصداقات وامتداد بمختلف الطوائف اللبنانية، وكان صحيح الرئيس المسيحي القوي انما الرئيس الوطني القوي بكل علاقاته مع مختلف الاطياف اللبنانيه. الرئيس شمعون ومدرسه شمعون، مدرسه الرئيس شمعون التي تدعمها الرئيس شمعون، هي مدرسه العلاقات الممتازه مع العالم العربي والشرقي ومع العالم الغربي. لبنان بمفهوم مدرسه الرئيس شمعون كسبنا اعتين اساسيات. القاعده الاولى بتقول انه لا للشرق ولا للغرب. مدرسه الرئيس شمعون هي كسرت القاعدة وكرست قاعدة نعم للشرق ونعم للغرب. مدرسة الرئيس شمعون حملت لبنان للأمم المتحدة. نحن لبنان عن بلد صغير وقف من خلال شخص الرئيس شمعون يحاضر بالأمم المتحدة عن ضرورة حل النزاعات بين الدول بالطرق السلمية. وكان أفكار وآراء الرئيس شمعون كانت أساس بإدخال الفصل الثالث على ميثاق الأمم المتحدة، وهذا الشيء اللي بيعرفوه. لبنان كان بالامم المتحده ما كان دوله وحيده، لبنان بالامم المتحده كان اكثر من 50 دوله، وين في انتشار لبناني كان لبنان موجود. يعني وقت نشوف انه لبنان هالبلد الصغير ترأس عدة لجان وعدة جمعيات ضمن اطار منظمه الامم المتحده، كان بدعم وتصويت الدول حيث ينتشر اللبنانيين من المكسيك للارجنتين للبرازيل لدول افريقيا. الرئيس شمعون مدرسه داني شمعون مدرسة الدبلوماسية. نحن يا ريت نرجع لكتابات الرئيس شمعون عبد الناصر كيف بيقول له انه لا يمكن، وهودي المرتبات بشكل مدرسة الدبلوماسية، انه لا يمكن ان نحقق قضايانا العربية وقضايانا الوطنية من خلال السلاح ومن خلال العلاج، لا بل من خلال افضل العلاقات مع دول العالم ومن خلال المؤتمرات الدولية والتحالفات مع الدول. مدرسة الرئيس شمعون بزعيم داني شمعون هي مدرسة الحوار والانفتاح، وهون أنا بحييك وبثني على اتفاق مانخايل اللي هو أرفع قاعدة الحوار. هلا مثل ما قال القائد يوسف الأستاذ نبيل إنه اتفاقية مانخايل بحاجة يمكن دائما لتطوير لحوار دائم. أي اتفاق هو بحاجة دائما لمتابعة لتطوير لملائمة الاوضاع المستجده. اليوم نحن هون مؤسف انه بعين الرماني صار له فتره بنشوف في حاله من الغليان، في حاله من الاحتجاج، بعد عده
من الاحتكاكات وصل للانفجار. اليوم نحن كان لازم هالحوار اللي قلتي باتفاق مرض خايف يستكمل. اغتيال داني شمعون، اغتيال لبنان القوي داني شمعون والمدرسه الشمعونيه في اعلى من المحتل السوري واعلى من الملكيات اللي مستفعين بنتيجه اتفاق طائف شلناهم من الشارع عم بيقتلوا بعضهم جبناهم حطيناهم داخل الدوله. المدرسه الشمعونيه انا بقول لك السجاد تسخر بالاف وعشرات الاف الشباب اللي بيامنوا بالفكر الرئيس شمعون، بيامنوا بلبنان القوي، لبنان الذي يقوم على الحوار، يقوم على المؤسسات، مؤسسه رئيس الجمهوريه، مؤسسه الحكومه، مؤسسه البرلمان. الجيش اللبناني هو ركن وحصن الوطن المنيع، مؤسسه القضاء، هيدي مدرسه الرئيس شمعون، حاول يدمروها، انما هي المدرسه لا يمكن ان تموت طالما في ناس شرفاء مثل النمور ومثل كل ما يؤمن به بفكر الرئيس شمعون، وهالمدرسه لا قيام للبنان الا من خلالها. شكرا لك المحامي فؤاد الاسمر. نحن من فتره كنا تواصلنا ولو بشكل غير مباشر كرمال حلقه مستقله يعني بنحكي فيها بالمواضيع السياسيه، ان شاء الله بنرجع نحكي بهاليومين بنحدد حلقه. شكرا لك. بانتظار يجهز الاتصال مع الاستاذ الان شاول. استاذ جورج تنكسب الوقت يعني اذا بدنا نحكي هيك انه تنختم اليوم كمان شو بتحب تقول بعد مرور 31 سنه يعني هيك بتطلع بكل هالسنين هذه اللي مرقت بالنسبه لنا شو تغير وشو اللي لازم يتغير بالنسبة لنا تاني 31 و41 و51 سنة رح يضل داني بالنسبة لنا مدرسته شهامته حبه للوطن حبه للأرض ما رح تتغير لا بقلوبنا ولا بعقولنا. هلا بتقلي شو مستنظرين؟ ننصح الشباب مثل ما نصح خينا غيرنا خينا جورج عبود، ننصح الشباب يفكروا كتير قبل ما ينجروا وراء أشخاص بدها تكبهم على المهوار حرام. يتعلموا لو ما لقوا شغل بس يتعلموا. بجاج اللبناني اليوم هو علمه حتى وين ما راح يكون فاعل المجتمع، مش بجاجه البارودي والأربيجي والزخيرة والسلاح والحقد. هيدا بدنا نشيله من دمنا وهيدا بدنا نشيله من قلبنا ونحن حافظينه. هيدي مدرسة داني شمعون بالنسبة لنا. شو بدي أقول؟ الله يرحم نفسه تكون بالسماء هو وعائلته، والله يكثر من محبينه، الله يكثر من محبينه تيضل هالمدرسة عم تعجعج بالناس اللي تعلموا فكروا لها. نعم. معنا القيادة بالنمور ألان شاول، مساء الخير وأهلا وسهلا فيك. مساء الخير. تفضل، شو بتحب تقول بهالمناسبة؟ بس إذا ممكن يعني نختصر شوي بس لأنه نحن وقتنا خلص، بس أنا مصر مرق كل الاتصالات. تفضل. أنا أول شيء بشكرك لك وعلى الفكرة، دائما بتضوي على مسيرة داني شمعون لأنه سهل. داني شخص لا ما اجى اثنين مثله. زلمة كان مناضل محب لهالبلد، خدم لبنان اكثر ما عطى 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 من عطى دمه، عطى اولاده، عطى حياته كلها لسبيل الوطن كرمال مصالح ما دخل فيها، ما دخل بوثيقه ما لها فيها. يعني هذا اللي عمله داني، عمل انجاز ما حدا عمله. فيروح هيك رخيص يعني احنا باسف بدم بارد يموت داني هيك يستشهد. يعني هذا شيء مؤسف كثير لنا، وكان كان كان طعمي بظهرنا. اليوم نحن عم نتفرج على هالاشياء اللي عم تصير وبعد عم تتكرر الاحداث وعم ترجع يعني رجعنا للاحداث 75 اللي هي بعدها هي ذاتها الخي بقوص على خيه. هذا شيء نحن ما 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 بنمشي فيه يعني ما لهالسبب قاعدين عم 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 ننظر من بعيد لبعيد شو عم بيصير فينا. هذا كل شيء بدي اقول لك اياه. والله يرحمه. شو بدي لك؟ هذا اسفنا كثير وعم تتكرر الاحداث وترجع تتكرر لانه ما في ليدر ما عم بيمشيها، ما في مين يرعاها. فلتي
شكرا لك واهلا وسهلا فيك استاذ الان شاور القياده بالنمور ايضا رفاق داني شمعون. استاذ نبيل اليوم كنت حكيت لنا قبل عن موضوع التحولات الاقليميه والتغيرات وقلت لي انه ننطر بعد سنه والى اخره. اليوم يعني في مصطلح صار رائج شوي على الساحه اللبنانيه هو الاحتلال الايراني. انتم شايفين انه في شيء منه هذا الموضوع؟ يعني بينحكى بدنا نحرر لبنان من الاحتلال الايراني، نرفع الوصايه الايرانيه عن لبنان. هلا استاذ جاد بالنتيجه حتى بس يعني لو بدي ارجع يعني حتى اذا ماني غلطان رئيس حزب الوطنيين الاحرار كميل دوري شمعون حكى عن هذا الموضوع ويعني يمكن باطلالته من معراب بهاليومين يمكن 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 هيك تيليباتي يا هيك بيناسبه انه يحكي. هلا بالنسبه مش عم نقول ما في وجود، في وجود ايراني وغير ايراني بلبنان، وطبعا نحن الساحه اللبنانيه مستباحه. بس هو قاصد اكيد من خلال حزب الله. طبعا طبعا مستباحه من قبل كل الدول للاسف يعني، واكيد في دول اكثر من دول كان على الصعيد الاقليمي خاصه وعلى الصعيد الدولي. بس نحن اليوم بدنا نسال سؤال، اذا عم بيقولوا هالجماعه انه اليوم حزب الله هو اللي حاكم لبنان، انا والله شخصيا كابن منطقه جزين ما بعتقد هالشيء عم نحس فيه او بنعرفه. هلا في بعض التجاوزات يمكن عندهم او عند غيرهم بيسوى، ما عم بقول لا. بدي اسال شغلي انا من 92 بس اجى بده يجي واستلموا البلد واستباحوا البلد واشتروا البلد وردموا البحر وما خلوا شيء ما صدروه، وكل الكوربسيون اللي كانت عم بتصير هي ما لها حساب، هيدي باسم مين كانت عم بتصير؟ على شيء ما بدناش نفوت بالتفاصيل وننكأ جراح، بس كله بيلحق بعضه. واليوم برجع بقول لك شغلي انا، ساعات اللي بيجوا يقولوا انه اليوم في احتلال ايراني للبنان او احتلال غير ايراني للبنان، بدي اشوف انا اي متغير اقليمي، وبالنتيجه كل فئه للاسف الشديد مرتبطه بدوله شئنا ما بينا. هيدا لبنان هيك مكون، هيدا مكون لبنان هيك، وافضل انه كل واحد يكون بالحد الادنى مرتبط بدوله او مرتبط بمرجعيه معينه. لكن نحن المطلوب انه ما نكون عم نتواجه، لانه المواجهه ما فينا ليها كشعب لبناني. نحن نضلنا كثير وبعدنا عم نحكي عنا 1600 سنه من نضال نحن بلبنان، وهيدي شغله ما فيها تروح ولا حدا في شيلها. هلا مصلحتهم يقولوا انه في احتلال ايراني، وفي غيره بيقولوا في غير احتلالات محليه واقتصادية ومالية وصفقات، هيدي بعتقد كمان بتصب باحتلالات معينة، هي بتصب بلقمة البشر وبلقمة العالم المغلوبة على أمرها. نحن أكيد نتمنى إنه الجيش هو يكون موجود والحكومة تكون موجودة بكل معنى الكلمة، ويصير في ضبط للموضوع الاقتصادي والموضوع الاجتماعي. وبرأيي أنا إنه متغيرات، وبنذكر بعضنا بوقت منه كتير بعيد بده يتغير اللهجه كلها بدها تتغير، لانه بعتقد انا الاشياء الاقليميه هي اهم من كل اللي عم نشوفه والكل اللي عم ينادوا فيه بالوقت الحاضر. نعم، صار معنا العميد المتقاعد الياس يونس، مساء الخير واهلا وسهلا فيك. مساء النور وتحيه لك ولضيوفك وللمشاهدين. نحن بنعرف عميد انه حضرتك تعرفت على الشهيد داني شمعون بتل الزعتر، مزبوط؟ نعم. فينا ننطلق من هيدي نرجع نذكر شوي بهذه الرواية انه كيف تعرفت عليه تنرجع نحكي شوي عن اليوم. ايه نعم، تعرفت عليه قبل ما انخرط بالسلك العسكري. نعم. فولونتير مع اسعاف الصابت الصحية، تفاجأت يعني كنا بعد المعارك بعد بين المعامل، تفاجأ هو يوصل اول واحد لعندي ولهت علينا يعني شكوا شيء عايزين شيء يعني هالكاريزما اللي عنده تفاجأتني بصراحه، وتعلقت بشخصيته القائد عم بدير المعركه ومتابع كل الفرق على الارض، وقدر شافني انا صابت الصحيه دغري بيعطي اوامره بينقلني على دير مرشعية، قال لهم تهتموا فيه أكل شرب نظافة لبينما صلح له الصحي. هيك يعني تعرفت على هالشخص القائد، وبعدين صرت تبع له مسيرته
بعد ما تدفع الجيش بس من بعيد. يعني كان عندي لقاءات انا وياه بحكم شغلي ووظيفتي، تبعت له مسيرته الابس اللي عنده اياه، كيف عم تابعه وكيف معجب فيه. الارث كميل شامون، الثقافه الدوليه، الثقافه السياسيه، عارف شو عم بصير بالبلد، عارف انه الجيش هو الضمان الوحيد للبلد، كان عم بيدافع عن الجيش بكل الاوقات، بايام يعني باصعب الاوقات كان واقف حد الجيش دائما. وحتى هي يعني كتيبه النمور كانت في حكم سقطتها، يعني اللي انطلقت من حرس كميل شامون القديم، يعني كتيبة النمور هي حرس كميل شامون القديم نعيم بردقان، وبعدين اللي صارت سنة 1978 تتعين رئيس الشهيد داني شامون وانحط رئيس النمور. بس قائد أنا رأيي الشخصي، لو الشهيد داني شامون موجود معنا كنا شفنا الطيون المشهد المعاكس. يعني الشيخ يعقوب وداني شامون خرقوا خطوط التماس بايام الحرب ودفعوا الثمن حتى يوقفوا خطوط التماس. داني شامون شخصيه وطنيه، في سبب ذكر حدا من ضيوفك انه في سبب لاختياره، بخافوا من الوطنية، بخافوا من الأولادين، بخافوا من الناس اللي عندهم قدرات، أو بخوفوهم. فالله يرحم الشهيد، خسارة كبيرة للبنان، وصعبة تلاقي قائد مثله. ويمكن أنا اللي بأسف على أنه ما صار عندي مجال تسمي أنا وياه، يعني بعد الحادثة اللي صارت اتعرفت على شخصيته وتعرفت حتى أنا يعني صرت حاطه مثال عندي، يعني بحب أن يكون قائد مثله. يعني حتى بحياتي العسكرية طبعت صورته بحياتي، حب أتمثل فيه. كانت قد ما كان هالشخصية هالكاريزما اللي عنده إياها، القدرة القيادية، يعني عم بدير المعركة وعم يقدر يهتم بأدق التفاصيل، انه يعني بيتأسف الواحد على الخسارة الكبيرة للوطن. وكمان يعني في أبطال مثله كمان، بس داني شامون بطل كبير وخسارته كبيرة للبنان، بوجوده ما كنا شهدنا الطيور. يعني شكرا لك عميد. كان المشهد المعاكس تماما. نعم، شكرا لك العميد المتقاعد الياس يونس على هذه المداخلة. أنا بدي أشكركم الليلة. يمكن إذا بدنا نطلع بس بدقيقة، لأنه البرنامج اللي ورانا أخذنا من وقته. على راسي بس، لأنه المرحوم داني في محطتين ثلاثة مفروض نذكرهم للتاريخ، لأنه اليوم ما سألتنا عن أمور الخارجية والأشياء اللي صارت معنا بواشنطن، والاشياء اللي صارت معنا مع اليابانيه، رئيس ديوان، رئيس الوزراء باليابان. يعني في هودي شغلتين استاذ جاد ضروري ينحكوا للتاريخ. اليوم بيجي رئيس ديوان، رئيس الوزراء باليابان، ومسؤول بحزب الاحرار الياباني، ومستر اونو جايب معه شنطه فيها يمكن مليون دولار، جاي عم بيقدمها للمرحوم داني على اساس انه حزب الاحرار بحزب الاحرار، اكيد مع فرق اليسار بين هون واليابان. هونيك حزب، في حزب احرار. ايه طبعا. أوكي. طبعا بقى بيطلع فيه المرحوم داني هيك بشد حواجبه، انه شو جايبها يا فتحها؟ قال له هيدي ما بيخدها انا، وهن معودين بالعالم الثالث والعاشر ابو 100,000 دولار بيشتروا اكثر زلمه، فيها كان مبالغ كبيره. قال له انا ما بسطعها، اذا بدك، قال له نحن بدنا نقدمها. قال له اذا بدك تقدمها بطلع انا وياك عند المعاين على بيت شباب وتقدمهم انت. وهيك صار، طلعنا على بيت شباب، سحب كمية كبيرة، 100,000 دولارات، ورجعنا طلعنا على مدرسة ست زلفة للعميان للعميان بعبدة. شغلة أخيرة بحب أقول لك إياها، يمكن أجين عليها قبل بمرة، بس كان بواشنطن بزيارة لواشنطن للسيناتور بيل رئيس لجنة العلاقات الخارجية بالسنا، لبوب أوكلي المسؤول عن الأمن القومي نمرة 2 بأمريكا يعني، ولا أكثر من مسؤول
ولا جيفري فيلتمان ولا كل اللي كانوا هنيك، مجلة ما سألوه قالوا له انت مرشح رئيس الجمهورية من بعد ما عملنا بروجرام. جيفري فيلتمان؟ مش جيفري فيلتمان، هلا بقول لك شو اسمه. لا 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 مش جيفري فيلتمان. نعم هذا جديد بقى. لا بس كان سيناتر بيل وكان بوب اوكلي، وهلا بتذكرك الثالث من هو. كان السؤال انه انت بدك تترشح رئيس الجمهورية وعملت البرنامج، والبرنامج عمل بخمس لغات وصلناه على الاورجواي بكل اللغات ليعرفوا انه هذا في احترام للعالم، وشو البرنامج اللي بده يعمله داني شمعون ويحققه في حال وصيل. قالوا له انت بدك تعمل رئيس جمهورية شباب، شو بتقدم لامريكا؟ حرف الواحد. قال له بقدم لامريكا وللعالم الحر ثلاث شغلات: لبنان خالي من المخدرات، لبنان خالي من الارهاب، ولبنان يلي اللبنانية وجدودنا الفينائية اللي علموا الحرف للغرب وللعالم من 6000 سنة عم نكفي نحنا بناس معلمة بشهادات عالية عم نبعتها للغرب وعم نبعتها للعالم الحر. هيدا الفي قدمه أنا، وهذا ردا على السؤال اللي عم تسألني. هودي فيه محطات كتير غيرهم. نعم. بس هو شغلتين حابب تكون تحكيهم. يعني موضوع شهيد داني شمعون بده حلقات وحلقات، مش بساعة ونص. نعم. رح نختصر. نعم. مسيرة طويلة عريضة. نعم. شكرا لكم وأهلا وسهلا فيكم. يمكن الخلاصة الوحيدة هي أنه نحن اليوم بحاجة لناس على غرار شهيد داني شمعون يخرقوا خطوط التماس، مش يثبتوا خطوط التماس بين اللبنانيين، على غرار ما عمله هو والشيخ محمد يعقوب. ايوه تنبلش. أيوة. من محل ما حكينا باول، تنختم. أيوة. من محل ما بلشنا الحلقه. أيوة. ونحن باسمنا وباسم النمور رفاق داني شمعون بنشكرك على استضافتنا بكل صدق وعلى استذكار داني، لان بيستاهل وبيلبق. شكرا لكم واهلا وسهلا فيكم مشاهدينا، هون نوصل لختام هذه الحلقه. شكرا للمتابعه والى اللقاء. حبينا وجودنا هون بجنب العماد عام، بجنب دولة الرئيس والوزراء الموجودين هون، بالأخص أنه الشعب اللبناني بمجمله الحر والغير الحر اللي عمل يجي تدريجيا كما يقدر يقطع العبور بوجود المخابرات السورية، عم يجي يعبر عن شعور الحقيقة اللبنانية من أجل حرية لبنان، من أجل استقرار لبنان، من أجل ليمومة لبنان.